في الأثناء نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا تظهر فيها استهداف أحد المواقع العسكرية في أوكرانيا بصاروخ أرض أرض. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني أن عمليات تجميع القوات ووسائل الدفاع في كييف ومناطق أخرى ما زالت جارية، موضحا أن الهدف من ذلك تنفيذ عمليات دفاعية في الاتجاهات الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية. وفي ذات السياق قدمت هيئة الأركان الأوكرانية تقريرها عن تطورات العمليات العسكرية، فبحسبها تشن القوات عمليات متواصلة في دونيسك وسلوبوزانسكاي وأجزاء من تافاريا. كما صد الجنود الأوكرانيون وفق التقرير 9 هجمات روسية ودمروا 12 دبابة.